السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنوري لكم هاد الراندا. هادي راندا خفيفة سهلة في الخدمة وتجي زوينة، يمكن لينا نهبطوها على طول الجلابة أو القفطان. أنا هنا خدمتها في هاد التوب ملون غير باش تشوفوها كيفاش جات. يعني عندنا بحال هكا تواب فيهم الألوان بزاف، فناخدو شي لون من هاد الألوان اللي كاينين هنا، اللون اللي يكون يعجبكم وتنزلو بهاد الراندا هادي، فراها تجي زوينة. هانتوما تجي على هاد الشكل. دابا ان شاء الله غنوريها لكم في توب لون واحد باش تبان لكم مزيان وتشوفوها كيفاش تجي. نبداو بسم الله. بالنسبه للحرير راح نخدم من هاد الخدمه بالحرير على ثلاثه شعرات، حتى هنا غنخدمو بالحرير على ثلاثه شعرات. نشدو هنا في التوب. بالنسبه لهاد الحرير اخواتي راني لقيت فيه 8 شعرات، يعني غنبرم الحرير على 6 شعرات، تيكون بحال هكا شعرات رقاق وتيكونوا كثير. لقيت فيه 8 برمته على 6 وكنحيد جوج حتى كنزيد عليهم يولوا 6 وكنبرم عاود ثاني. نعاود نشد هنا حدا هاد الضربه باش كيتكون لينا هاد الخويط هذا، كنبقاو نرجعوا فيه. نعاود نرجع هنا ونعاود نرجع هنا في هاد العوينه، كنبقاو رجعوا في هاد العوينات كنديروا بناء الغرز حتى كنحددوا القياس اللي بغينا. بالنسبه لهاد الراندا غنديروا فيها 5 العوينات. كنبقاو نحسبوا هاد العوينات اللي عندنا هنا في الجهه اللي غنخدموا فيها، واحد جوج ثلاثة أربعة. نزيد هاد العوينة هي الخامسة صافي. ونجي لهنا للتوب، نشد هنا في التوب في الجهة اللي مقابلة، نرجع لهاد العوينة نجيبها حتى هي لعند التوب، نرجع معها تسطر كامل. نحسبو هاد العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. نعود نشد هنا في التوب ونرجع مع هاد السطر. غنبداو من الجهة اللي الفوق، نشد هنا في التوب ونبداو دابا الزواقه ديالنا. اول حاجه غنديرو غنفتحو واحد العوينه هنايا كبيره، غنشد هنا في التوب هاد الضربه هادي. ملي كنكونو نازلين من الفوق وكنشدو هنا كتكون لينا هنا واحد العوينه، ها هي هنا كتبقى لينا عوينه وحده. دابا هنا غنخلي جوج عوينات، واحد جوج، ونشد هنا. بالنسبه لهنا لتحت اخواتي الا شديت غير شده وحده وجيت لهنا للتوب، يعني الا ضربت غير ضربه بحال هنا الفوق ما غتكونش ليا هاد العوينه بحال اللي هنا. هانتوما يعني شديت هنا وشديت هنا مباشره ما غتوليش عندي واحد العوينه هنا فاش غنرجع بحال هادي. داكشي علاش غنشد هنا جوج مرات. دابا ملي شديت هنا جوج مرات تكونت ليا هنا هاد العوينه، وحنا عندنا الغرض بهاد العوينات. ونجي لهنا للتوب، نرجع نشد في هاد العوينه، وهنا نقصنا جوج عوينات غنعمرو فيهم ثلاثة، واحد جوج ها ثلاثة صافي. ونخدمو في هاد العوينة اللي بقات هنا، نشد هنا في التوب ونرجع مع هاد السطر عادي، كنهز هاد 5 العوينات. نشد هنا في التوب، نجي لهنا غنخدم هاد العوينه الاولى وغنجي لهاد العوينات بثلاثه. هانتوما وحده جوج ثلاثه، هاد ثلاثه العوينات الا لاحظتوا. انا نقرب لكم اخواتي مزيان باش تفهموا الخدمه وتعرفوا كيفاش تخدموها. دابا هنا عمرنا هنا بثلاثه ضربات، ها وحده جوج ثلاثه، كل ضربه من هاد ثلاثه ضربات فوقهم عوينه. هاد العوينه الاولى غادي نغلفها بثلاثه المرات، ها وحده جوج ثلاثة. بالنسبة لهاد العوينة الثانية
جات فوق الضربة الثانية غادي نخدم فيها، والعوينة الثالثة اللي جات فوق هاد الضربة الثالثة اللي عمرنا بها هاد الخيط غادي نغلفها عاوتاني بثلاثة المرات، واحد جوج ها ثلاثة، وكتبقى عوينة هنا غنخدم فيها. صافي نشد هنا في التوب ونرجع. دابا في هاد السطر غنفتح جوج عوينات، سطر كنفتحوا فيه هاد العوينه وسطر كنفتحوا فيه جوج عوينات. ملي كنبغيو نفتحوا هاد جوج عوينات ما كنشدش هنا، كنجي مباشره لهنا. كاينه هاد الضربه الوسط غنخدم فيها عوينه من هاد الجهه، وحده هاد الضربه نيت غنخدم عوينه من الجهه الاخرى. صافي ضربت هنا جوج ضربات باش كتكون لينا هاد العوينه. فاش نرجعوا ننزل هنا لتحت نخدم هنا في هاد العوينه. الا جيت وشديت مباشره في الثوب راه غيبقى لينا هنايا الفراغ، غيبقى الثوب خاوي. داكشي علاش كنديروا هاد الضربه. بالنسبه لهنا الفوق ما كنشدوا حتى ضربه، حقا شادين هنا في الثوب، شادين في الثوب وكننزلوا هنا. ما يمكنش ننزلوا مباشره، كنشدوا هنايا في هاد الضربه. صافي ونعاود نشد هنا في الثوب. نرجع هاد الخيط رحنا نقزنا فيه غير عوينه وحده، غادي نعمرو بجوج، ها واحد ها جوج، والعوينه اللي الوسط هي ثلاثه، وهاد الخيط نقزنا فيه غير عين وحده غنعمروه بجوج ضربات. قلنا هنا ثلاثه، هذه هي الرابعه، ها الخامسه. صافي هادو هما العوينات اللي عندنا. غنشد عاوتاني هنا في التوب وننزل مع هاد السطر عادي. هاد السطر كنخدموه غير كنعاودو فيه الخدمه عاديه وصافي. نشد هنا في التوب. ملي غنبدا دابا راجعه غنخدم هاد العوينه الاولى. نزير هاد الضربه جات مرخيه، نشد في هاد العوينه الاولى. هاد العوينه الثانيه غنغلفها بثلاثه المرات، واحد جوج ها ثلاثه. العوينه الوسطانيه كنخدم فيها عادي. هاد العوينه الاخرى غنغلفها حتى هي بثلاثه المرات، واحد جوج ها ثلاثه، ونشد في هاد العوينه هنا. صافي وندوز للتوب. هنا في هاد السطر حلينا جوج عوينات، دابا بغينا نحلو غير عوينه وحده. غنشدو هنا ونخليو هاد جوج عوينات، هادي اللي غلفنا فيها ثلاثه وهادي، ونجي لهنا تنشدو هنا في هاد الحبكه الاولى. هنا اخواتي كيف ما الاول، هنا ملي شدينا هاد الضربه راه تكونت لينا هاد العوينه. وهنا باش تكون لينا ثاني هاد العوينه غنضربو جوج ضربات، ها وحده ها جوج. صافي باش تكون لينا هاد العوينه غير وحده، عوينه وحده، هنا عوينه وهنا عوينه. صافي نشد هنا في التوب ونرجع كنخدمو في هاد العوينه، وهاد الخيط كنعمرو فيه ثلاثه لحقاش هنا نقزنا فيه جوج عوينات. صافي ونشد هنا في هاد العوينه، نشد في التوب وننزل مع هاد السطر عادي. خمسة العوينات، ها وحدة ها جوج ثلاثة وربعة ها خمسة. نشد هنا في التوب. بالنسبة لهاد العين الكبيرة كنخدمو بعد هاد العوينة اللي عندنا هنا لتحت، وكنجيو لهنا هاد ثلاثة ضربات، كل ضربة فوقها عوينه. هانتوما هاد الضربه الاولى فوقها عوينه، الثانيه فوقها عوينه، الثالثه فوقها عوينه. غنجيو للضربه الاولى العوينه اللي فوقها غنغلفوها بثلاثه المرات. غير تبعوا اخواتي غير بشويه، بعدا في الاول تفهموا راسكم اشنو بغيتوا ديروا، ومن بعد تخدموا بشويه ان شاء الله الخدمه تجيكم سهله والزواقه تجيكم صحيحه. صافي العوينه الثانيه غنشد فيها، العوينه الثالثه غنغلفها بثلاثه المرات. صافي كتبقى عندنا هاد العوينه الفوق غنشد فيها. نشد هنا في التوب. هاد السطر غنفتحو جوج عوينات، غنخلي هاد العوينه اللي هنا اللي حبكنا فوقها، ونجي لهنا لحدا هاد الضربه وغنهز هاد العوينه، ونجي لهاد الجهه الاخرى حدا هاد الضربه ونهز ثاني هاد العوينه هادي. صافي ونجي لهنا ونخدم في هاد العوينه اللي لتحت. هنا قلنا كنضربوا هاد الضربه هنا، لا حقاش ما يمكنش نجيو مباشره من هنا للتوب، غيبقى لينا هنا الفراغ.
هنا راه ما خدمنا تعوينه، حقاش هنا شادا من هنا للثوب، يعني ما عندناش فراغ هنا، باش ما يبقاش عندنا الفراغ تنشدوا هاد العوينه. صافي وندوز لهنا للثوب، نعاود نعمر في هذا الخيط جوج ضربات، لحقاش منقزن غير ضربه واحده، غنعمر جوج، نخدم هاد العوينه اللي الوسط، ندوز لهاد الخيط عاوتاني نعمر جوج، واحد ها جوج، نشد هنا في الثوب ونزل مع هاد السطر عادي، هاد السطر ما كنديروا فيه حتى حاجه غير كننزلوا معاه، واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة، صافي الخيط تسالى، غندخله هنا في الثوب ونركب خيط آخر. صافي أخواتي نجيو لآخر عوينة تسالينا فيها الخيط ونركب خيط جديد، كنهزو هاد العوينة، نشد هنا في الثوب، نجيو لهنا عندنا جوج ضربات هنايا فوقهم جوج عوينات، العوينة الأولى غنخدمو فوقها عادي، والعوينة الثانية غنغلفوها، دائما كنغلفو غير عوينة وحدة، غنغلفوها بثلاثة المرات، ها وحدة جوج ها ثلاثة، العوينة اللي الوسط كنخدموها، العوينة الأولى غنغلفوها بثلاثة المرات، واحد جوج ها ثلاثة، العوينة الثانية غنخدموها عادي. صافي أخواتي راه هذه هي الطريقه، راه سهله وكيجي الشكل ديالها زوين. دابا غنفتحوا عوينه وحده، ملي كنبغيو نفتحوا عوينه وحده كنشدوا هنا، صافي ونجي لهنا لتحت كنشد هنا في هذه التغليفه الاولى، خاصنا نشدوا جوج شدات باش تكون لينا عوينه وحده. صافي اخواتي بنفس الطريقه غنكملوا هاد الرانده ديالنا، هذه هي الراندة ديالنا اخواتي. انا خدمت هاد شويه، نتمنى ان هاد الراندة تعجبكم، خدمناها هنايا اللون في اللون، وهنايا خدمناها في هاد الثوب ملون، تجي على هاد الشكل راه زوينه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح لنا الاعجاب ديالكم، ما تنساوش اخواتي ضغطوا على زر الاعجاب، واللي مشاركش معنا تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وبارطاجيو اخواتي الفيديو باش يوصل الاخوات اللي باغيين يتعلموا الراندا وعندهم اهتمام بالراندا، وشكرا لكم وبسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.